أول شيء تحقيق أحسن نتائج بالنسبة للمنتخب الوطني والمنتخب الشباب، لأنه باش ترجع اتحادية محترمة في القارة لازم تحقق نتائج. بل ما نتكلم على الدبلوماسية الرياضية، لأنه أنا عشت في الاتحاد الأفريقي ونعرف كل شيء. ما نتكلموش على الكواليس، ما نتكلموش على شيء. ديجا حنا واجب علينا نحقق نتائج في المنتخبات الشبانية، في المنتخب الأول، بعدها أن نرجع أنه اتحاد يحترمونا، لأننا منتخب يحقق ألقاب، يحقق كل شيء. الدبلوماسية الرياضية تجي وحدها. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.